في حد معين، جيل كبير جيل صغير تفكر تعمل معاه ده؟ يعني اختيارك لعدوية كان اختيار ملفت ومختلف، في حاجة شبهها؟ حاولوا يقلدونا كتير بعدين، بس هو الموضوع مش ده نجاح كبير على فكرة، بس مش موضوع اختيار، يعني مش موضوع انا عايز اعمل ديو مع حد عشان ينجح. هي التوليفة كده، فما ينفعش تصنعيها، لازم تخلق زي ما هي. فكل اللي صنعوها من بعدي ما نجحتش عشان مش حقيقية. انا وعدوية كان الموضوع حقيقي جدا. هو كواليس موضوع عدوية ده جه ازاي؟ كنا بنسمع أغاني أنا وأستاذ محمد يحيى، بوجه له تحية. فسمعني تقريبا 9 أغاني، قلت له مش ستايل اللي أنا عايزه. فكنا بنمشي، فكنا بنحضر العربية، وهو قال لي، هو أخذ العود وبدندن مش كل من جاله في يوم قرشين. الظاهر كان عاملها لمطرب فعايز ينكزه، وشو بتقولوا أنتوا؟ يعني عايز يوصل له رسالة، شو يعني؟ يقول له مسج مبطن يعني. فالظاهر كان عنده صديق هو من الفنانين اتغر، فقال له مش كل من جاله في يوم قرشين زيادة ونام على فرشين هيتملع. خلافنا معاك ما فيش موضوع غير انه شبع من بعد جوع فعلا. هنا بيوجه رسالة معينة لحد معين، هنا في مصر بنقول كده. قلت له انا عايز ده. قال لي فعلا؟ ما انت كلاسي قوي وبتغني. شو قلت له؟ انا عايز الموضوع ده ولازم نعمله مع احمد عدوية، بس نكمله في اغنية كده. وتواصلنا من خلال استاذ هاني محروس، حبيب قلبي هاني، ميت تحية لك من خلاله لاستاذ احمد. ما فيش اسبوع سجلنا الاغنية بصراحة.